يعطيكم ألف عافية. اليوم معنا بسبوسة بالقشطة، رح نعملها إن شاء الله بطريقة مميزة وسهلة، خصوصا للناس اللي بتعجن معاهم ما بيشوفوها استوت معاهم 100%. رح نعملها بطريقة سهلة مبسطة. معانا أنا كوب من عندي، هذه الكاس عبارة عن كوب معياري، عندي كوب من الطحين، كوب من السكر، كوب من سميد الخشن، ضروري يكون خشن، عندي كوب من اللبن العادي، اللبن الزبادي الرايب، 3/4 الكوب من زيت نباتي، وعندي كمان فانيلا سائل او مع سكر، او 3 بيضات، وكمان بيكنج باودر. هاي كل المكونات عندي. رح نعمل كمان مع بعض القشطة، عملتها اكثر من مرة ولكن رح اعملها كمان معكم في هذا الفيديو. عندي هون نصف لتر من الحليب، عندي هون طابة موتزاريلا قطعتها، وعندي هون 4 ملاعق عادية من النشا، او 4 او 3 كبار تقريبا، 50-60 جرام من النشا. عمليا رح نعمل مهلبية، نضيف عليها الجبنة، رح انزل كمية الحليب، رح اشغل النار عليها واحل النشا بشوي من المية او ممكن كمان من الحليب. المنكهات طبعا حسب الاختيار، انا عندي هون شوي من السكر، وعندي هون شوي من المستكة، رح اطحنهم مع السكر حتى ما يتكتلوا. بدأ عندي الحليب يغلي، مباشرة حنزل النشا اللي حليته بالماي زي معكم. نزلت الحرارة على درجة 2، أنا عندي 6، راح أنزل النشا. المهلبية عندي تشكلت، وطبعا راح أنزل كمان حرارة 1، أبلش أدخل الجبن الموجودة عندي على الفحم حتى تذوب. القسم الأول ده راح أضيف القسم اللي بعده. شوف شايفين بدأ الجبنة تمط معنا، راح أضيف القسم الأخير. زي ما انتم شايفين بعد شيء بسيط، هتأكد إنه كامل الجبنة ذابت. زي ما انتم شايفين الجبنة دابت داخلي المهلبية، ناعمة جدا. رح انزل اطفي النار واضيف المستكة مع السكر، طبعا ممكن تضيفوا مية الزهر مية الورد حسب الرغبة. هيك بكون جاهز معنا، رح احركهم وبعدين نصبهم، لما يبردوا رح نخفقهم ونكمل شغل فيهم. وحتى ما تتشكل عندي طبقة لما نخفقهم رح اغطيها في ورق نايل. حرارة الغرفة البيض وكمان اللبن، هضيف السكر، راح اضيف كمان عندي فانيلا مع سكر، راح اخذ من الفانيلا مع السكر تقريبا ملعقة شاي واضيفهم عليهم، راح اخفق البيض مع السكر هيك كفاية. راح اضيف اللبن والطحين والسميد مرحلة، راح اضيف الزيت. هيك الخليط جاهز معنا زي ما انتم شايفين. عندي صينيتين، وضعت ورقة زبدة، راح اقسم الخليط بالنص، واحدة ممكن بالميزان كمان اذا بتحبوا، ولكن حاعير بالعين. هيك جاهزين وعلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا نصف ساعة، وبعدين بنرجع لكم. أما بخصوص القشطة، حتى لما بردت 100% رح نرجعها على الفرن بس بطريقة تانية. رح أخفقها، رح أضعها في أكياس للحلواني تكون جاهزة. يبرد شوي بعدين رح نكمل، احاول افك الاطراف شوي.
مستوي تمام.